اللهم إن هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، والعبد عبدك، وأنا عبدك وابن عبدك، وهذا المقام أعوذ بك من النار، فحرم لحومنا وبشرتنا على النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أقينا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب.